الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه، ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والقضاء أنواع، تمام؟ والقضاء أنواع أيضا، بمثل معقول وبمثل غير معقول، وما هو في معنى الأداء، تمام؟ هذا يا شباب. والقضاء أنواع أيضا، بمثل معقول وبمثل غير معقول، وما هو في معنى الأداء. ثم بدأ فقال: كالصوم للصوم، والفدية له، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع، ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية، ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة، وضمان النفس والأطراف بالمال، وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الأداء، وقسمنا الأداء إلى 3 أقسام. قلنا: أداء محض، وهو ينقسم إلى 2 قسمين: كامل وناقص، وأداء شبيه بالقضاء. وقلنا إن هذه الأقسام كما هي في حقوق الله هي أيضا في حقوق العباد، فهناك أداء كامل في حق العبد، وأداء ناقص، وأداء شبيه بالقضاء. اليوم بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه نتكلم عن القضاء. القضاء عرفناه من قبل، وقلنا أنه تسليم مثل الواجب. الأداء تسليم العين، لكن القضاء تسليم المثل، تمام؟ وهنا القضاء أنواع، حتى يتضح لنا الأمر فنقول: أداء القضاء قضاء محض. إذن القضاء ينقسم إلى هكذا يا شباب 2 قسمين: قضاء محض، تمام؟ وهذا ينقسم إلى 2 قسمين: كامل بمثل معقول، معذرة، ينقسم إلى بمثل معقول وبمثل غير معقول، ثم القسم الثالث وهو ماذا؟ القضاء شبيه بالأداء، تمام؟ قضاء شبيه بالأداء. ما يا شباب؟ ما معنى قضاء محض؟ قضاء محض
لا يكون فيه معنى الأداء. تمام؟ كما قلنا الأداء المحض ليس فيه معنى القضاء. تمام؟ طيب، قضاء محض ليس فيه معنى الأداء. وهذا ينقسم إلى قسمين: بمثل معقول وبمثل غير معقول. ما معنى يا أستاذ بمثل معقول؟ بمثل معقول يعني المماثلة فيه معقولة، يعني يمكن للعقل، يعني بمثل معقول يعني يمكن أن تدرك المماثلة من جهة العقل. تمام؟ لكن بمثل غير معقول العقل لا يدرك هذه المماثلة، وإنما الذي أدركها ماذا؟ هو الشرع. مفهوم هذا؟ طيب، نريد مثالا يا أستاذ للقضاء بمثل معقول. أنت أفطرت في رمضان يوم أو يومين، بعد ذلك، هذا كان لعذر المرض، بعد الانتهاء من رمضان قمت بصيام هذين اليومين. هذا مثل معقول صورة ومعنى. تمام؟ صيام بالصيام، وهذا ما قاله الإمام النسفي: كالصوم للصوم. تمام؟ كالصوم للصوم. فهمنا هذا بمثل معقول، يعني المماثلة يمكن أن يدركها العقل، كقضاء الصوم للصوم فإنه أمر معقول. لماذا؟ لأن الواجب لا يسقط عن الذمة إلا بالأداء. طيب، أو بإسقاط صاحب الحق. بإسقاط صاحب الحق يعني أنت أفطرت في رمضان، فهنا الأداء يكون أن تؤدي أو أن تصوم هذا اليوم الذي أفطرت فيه. لفلان عندك حق، إما أن تؤديه كما هو، تمام، وإما هو أن يسقطه عنك. فهذا متى يسقط؟ هكذا. طيب، متى يسقط أو متى يسقط صاحب الحق في العبادات؟ مثلا عندك المرأة إذا حاضت تقضي الصوم، الأيام التي أفطرتها في فترة الحيض تؤديها كما هي، هذا بمثل معقول. أو بإسقاط صاحب الحق، الله سبحانه وتعالى أسقط عنها الصيام في هذه الفترة. تمام؟ كنا كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. لماذا؟ الصوم لا يتكرر لكن الصلاة تتكرر، فلذلك يمكن أن يكون فيه مشقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى أسقط الحق. فهمنا قضاء محض ليس فيه معنى الأداء، بمثل معقول كالصوم للصوم، أفطرت أياما في رمضان عليك أداء هذه الأيام، أو نذرت صوما لكنك لم تستطع أيضا عليك أداء الأداء. والفدية له، الضمير في له على ما يعود؟ نعم، الصوم، كالصوم للصوم والفدية له. هذا بمثل غير معقول. كيف؟ يعني الصوم هو أن تمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، المماثلة أن تؤدي ما كان هذا اليوم، هذا معقول. لكن كون الإنسان يخرج الفدية هذا غير معقول. أين المماثلة؟ هل توجد مماثلة؟ لكن المماثلة لا يدركها العقل، لكن الشرع أدركها. تمام؟
فإدراك المماثلة هنا من جهة الشرع، كيف؟ هذا أمر تعبدي، مفهوم هذا؟ والفدية له، هذا مثال للقضاء بمثل غير معقول. الفدية في مقابل الصوم يا شباب، هذا لا يدركها العقل، إذ لا مماثلة بينهما صورة، الصورة ظاهر ولا معنى، لا في الصورة ولا في المعنى، بخلاف صوم وصوم، هذا صورة، هذا صورة ومعنى، مفهوم هذا يا شباب؟ طيب، فالصوم كما قلت لك هو الإمساك عن الطعام والشراب، فأين المماثلة بينه وبين الفدية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تمام؟ فهنا طعام مسكين، هذا حينما في اليوم، حينما يفطر يوما، الفدية لهذا اليوم أنه يطعم مسكينا. وبعض العلماء قال في وعلى الذين لا يطيقونه، تمام، الذي ليس عنده المقدرة، لكن الشيخ الزاهد الكوسري كان له رأي مخالف لذلك. طيب، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع، هذا مثال للقضاء الذي هو شبيه بالأداء. ما هذه الصورة شيخ رسول؟ شيخ رسول ذهب لكي يصلي العيد، فأدرك الإمام في الركوع، فماذا فعل؟ كبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك كبر تكبيرة الركوع، وتكبيرات العيد فاتته. ماذا يفعل شيخ رسول؟ ماذا تفعل؟ وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. نعم، كما قلت لك، أنت ذهبت لصلاة العيد فأدركت الإمام في ماذا؟ في الركوع، فأنت تعلم أنه لا بد من تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، إذا فاتتك تكبيرات العيد ماذا تفعل؟ هل تقضيها؟ ومتى تقضيها؟ وكيف تقضيها؟ تقضي هذه التكبيرات وأنت في الركوع، هذا ما قاله السادة الحنفية خلافا للإمام أبي يوسف رحمه الله. الإمام أبو يوسف قال: لا تقضى تكبيرات العيد. فأين الأداء؟ ولماذا سميت بقضاء شبيه بالأداء؟ قضاء لأن محل التكبيرات في القيام. طب لماذا شبيه بالأداء يا أستاذ؟ لأن الراكع كالقائم، تمام، في الهيئة، فهمت شيخ؟ يعني بعض الناس إذا قام كأنه راكع، كأنه ركع، تمام، أو ركع كأنه قام، مفهوم هذا؟ فلذلك قضاء شبيه بالأداء. مثال، أنت قلت لك أنت شيخ راميل ذهبت لصلاة العيد، جميل، هذا فاتتك تكبيرات العيد، كم تكبيرة؟ ثلاثة. تمام، فاتتك هذه التكبيرات، ماذا تفعل؟ هل تقضي هذه التكبيرات أم لا تقضي؟ الإمام أبو يوسف قال: لا تقضى هذه التكبيرات في الركوع لأنه قد فات محلها، كما لا تقضى القراءة والقنوت فيه. يعني إذا فاتتك القراءة أو فاتك القنوت لا تقضي، هذا رأي الإمام أبو يوسف. لكن جمهور الحنفية يقولون: تقضى هذه التكبيرات في الركوع وأنت راكع، طب الله أكبر الله أكبر الله، نعم، الله أكبر الله أكبر الله، نعم، لكن بدون أن ترفع يديك،
لأنك لو رفعت يديك تنكف على وجهك تمام؟ هكذا بدون أن ترفع اليدين. وعلى التكبيرات من الركعات الأولى كذلك؟ لا، يعني نحن نتكلم عن الركعة الأولى تمام؟ أما إذا فاتتك ركعة فتأتي بركعة ثانية تمام؟ نحن نتكلم عما إذا فاتتك الركعات في ماذا؟ في الركعة الأولى ماذا عليك أن تفعل؟ تقضي هذه التكبيرات وأنت في الركوع، فهم؟ فنحن سميت يا شيخ رشاد ماذا؟ قضاء. لماذا؟ لأن محل هذه التكبيرات في القيام فسميت قضاء. لماذا هي شبيه بالأداء يا أستاذ؟ لأن الراكع كالقائم، فكأنك أديت هذه التكبيرات في محلها، لكن الحقيقة غير ذلك. فلذلك قلنا قضاء شبيه بالأداء، فهمنا هذا؟ قضاء محض، قلنا بمثل معقول، بمثل غير معقول، قضاء شبيه بالأداء. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. وكأن هذا اعتراض، أو كأن هذا الذي يقوله جواب عن اعتراض. تقدير هذا الاعتراض: إن الفدية للصوم للشيخ الفاني ثابتة بالنص غير معقولة تمام؟ ونحن نقول أن من شروط القياس أن يكون المعدى معقول المعنى، فهنا غير معقولة. فلماذا أنتم تقيسوا عليه من مات وعليه صلاة تمام؟ من مات وعليه صلوات يمكن أن نؤدي عنه الصلوات أم نخرج عنه الفدية؟ قالوا فدية مثل ليس قياس، فدية مثل فدية الصيام تمام؟ فهنا المعترض يقول: لماذا أنتم قلتم هذا والفدية في الصيام ثبتت بالنص وهي غير معقولة المعنى؟ فقالوا لهم الجواب: قضاء الصلاة، يعني وجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط ليس القياس تمام؟ لا، ربما هذا يعني معنى الاحتياط، ربما الله سبحانه وتعالى أراد هذا فنحن نفعل هذا من قبيل الاحتياط، ليس من قبيل ماذا؟ ليس من قبيل النص. وذلك لأن نص الصوم، النص الصوم ففدية من صيام، يحتمل هذا الاحتمال أن يكون خاص بالصوم، ويحتمل أن تكون هناك علة تمام توجد في الصلاة. يعني ما هي؟ العجز. هذا أفطر وأوجبنا عليه الفدية للعجز، وهذا لم يقض الصلوات وأوجبنا عليه الفدية أيضا للعجز، لذلك قلنا بوجوب الفدية من قبيل الاحتياط وليس القياس تمام؟ فهمنا هذا؟ يعني هذا ليس قياس، وإنما هذا من قبيل الاحتياط. لماذا قلتم الاحتياط؟ لأنه يحتمل ويحتمل، يحتمل أن يكون الصوم فدية الصيام هذا خاصة بالصوم تمام؟ وبالتالي ما في قياس. ويحتمل أيضا أن يكون هناك المعنى اللي هو العجز، يعني وجبت عليه الفدية في الصيام لأنه عاجز، وكذلك وجبت الفدية لمن مات وعليه صلوات للعجز لأنه لا يستطيع خلاص. فلذلك قلنا بوجوب الفدية من باب الاحتياط. مفهوم هذا يا شباب؟ كما قلت لكم في المحاضرة الماضية، قضاء محض، هذا بمثل معقول في حق الله، كنا صوم للصوم،
بمثل غير معقول الفدية في الصوم، قضاء شبيه الأداء، هذا بالنسبة لمن فاتته تكبيرات العيد. تمام؟ هذا كما يكون في حق الله يكون في حق العبد، كما قلنا قضاء محض كامل ناقص، كما يكون في حق الله يكون في حق العبد. هنا أيضا بمثل معقول بمثل غير معقول، قضاء شبيه بالأداء. نريد أمثلة يا أستاذ. سيدنا الإمام النسفي قال: كالتصدق بالقيمة، هذا تكملة للجواب الاحتياط، يعني أننا نتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. تمام؟ هذا من قبيل الاحتياط، ليس من قبيل المماثلة أو القياس. كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية، أي كوجوب التصدق بقيمة الشاة إن نذرها الفقير أو اشتراها أو استهلكها واستهلكها. تمام؟ يعني اشترى شاة لكي يذبحها فاستهلكها، فهنا نقول يجب عليك، اشترى أضحية فاستهلكها، نقول يجب عليك التصدق بقيمة هذه الشاة. هذا قياس؟ هذا ليس قياس، وإنما هذا للاحتياط. مفهوم؟ انتقل بنا المصنف رحمه الله ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم قابلت رشاد فأخذت منه الكتاب. تمام؟ هذا الكتاب طبعة البشرى، بعد ذلك هذا الكتاب هلك مني أو أعطيته لأحد، ثم قابلني رشاد فأردت أن أرد عليه كتاب، إليه كتاب، فاشتريت له مثل هذا الكتاب من البشرى بنفس القيمة. تمام؟ فهذا بمثل معقول، المماثلة متحققة صورة ومعنى. هذا كتابك، تمام، كتاب المنار، نفس الطبعة نفس الجودة وهكذا، فهذا اسمه بمثل معقول، هذا في حق من؟ في حق العباد. وهذا أي من أنواع القضاء، ماذا؟ ضمان الشيء المغصوب بالمثل. هذا إذا كان مثليا، أخذت منك شاة، أخذت منك سيارة، فهذا له أمثاله. تمام؟ فبالتالي حينما أعيده إليك بحالته هذا بمثل معقول. معقول لماذا؟ العقل يدرك المماثلة. طيب نريد مثالا يا أستاذ. وهو السابق، ما معنى وهو السابق؟ مقدم على بمثل غير معقول. يعني لو أنني جئت لرشاد بكتاب أو بقيمة الكتاب لا يجبر على قبول القيمة. تمام؟ لا يجبر. لماذا؟ لأنه بمثل معقول، هذا هو المقدم. تفهم رميل؟ أنا أخذت منك هذا الكتاب. تمام؟ لو أنني اشتريت، أخذته منك غصبا، لو أنني أعدت إليك مثله هذا يسمى بمثل معقول. المثل المعقول هذا مقدم في الأداء أو في القضاء على المثل غير المعقول. يعني لو أنا خيرتك يا شيخ رميل تأخذ القيمة، قيمة هذا الكتاب، أو تأخذ مثل الكتاب، المقدم هذا، قلت لا يا أستاذ أنا أأخذ مثل الكتاب، لا تجبر
من القضاء أو من أي أحد على قبول المثل غير المعقول. فهمت؟ وهذا معنى قول المصنف وهو السابق أو بالقيمة. يعني لو أنا رددت مثله قيمة هذا الكتاب، هذا اسمه بمثل غير معقول، هذا كتاب عبارة عن أوراق، عبارة عن كذا، أين المماثلة بينه وبين الدراهم؟ أين المماثلة بينه وبين العملة التي تتعامل بها، روبل مثلا؟ أين المماثلة؟ ما توجد مماثلة. تمام. لذلك قال بمثل غير معقول، لكن الذي أدرك هذه المماثلة من الشرع. تمام. وهذا الله سبحانه وتعالى. لماذا يا شباب؟ لأن الشيء لا بد وأن يكون له عوض. تمام. يعني الشيء لا بد وأن يكون له عوض، فهنا أنت لم تستطع المماثلة، فلا يسقط حق هذا الشخص الذي اغتصب أو أخذ منه هذا الكتاب، وإنما نعوضه ماذا؟ بالقيمة. تمام. إذن إذا كان مثليا واستهلك ووجدنا المثل فهذا بمثل معقول. طب لم نجد هذا يعني أعطينا القيمة، هذا بمثل غير معقول. ثم انتقل بنا المصنف وقال وضمان النفس والأطراف بالمال. وضمان النفس والأطراف بالمال، ما معنى هذا الكلام؟ هذا أتى بمثال غير معقول. تمام. حينما يقتل شخص شخصا، هذا القتل عن طريق الخطأ، فالواجب الدية. تمام. الدية المغلظة. كان عمدا وعفى أولياء المقتول، ننتقل أيضا إلى الدية. أين المماثلة يا أستاذ بين النفس هذا وبين المال الذي يعطى وبين الدية؟ ما في مماثلة، هذا بمثل غير معقول. تمام. طب أنت قلت يا أستاذ والأطراف بالمال. نعم. في الدية لو أن إنسانا ضرب إنسان فقطع يده، اليد هذا منها اثنان في بدن الإنسان، فيكون عليه نصف الدية. رجل عليه نصف الدية، يدان دية كاملة، وهكذا. فهم؟ أين المماثلة بين هذا وذاك؟ ما يوجد مماثلة، وإنما الذي أوجد هذه المماثلة هو من؟ الشر. تمام؟ لماذا يا أستاذ؟ لأن نفس الآدمي محترمة، فلا تذهب هدر. تمام. فلا بد أن يكون هناك ماذا؟ تعويض. فهنا بمثل غير معقول، لا مماثلة بين الآدمي وبين هذا المال الذي بذل من أجل الآدمي، لا مماثلة بين اليد وما أعطي عوضا، لا مماثلة بين الجرح والأرش، وهكذا. تمام. يعني حينما تكون ليست عضو إنما جناية على بدن الإنسان، فهناك ما يسمى بحكومة العدل تعوض ما يسمى بالأرش. يعني ذهب إلى المشفى وظل في المشفى 15 يوما، 20 يوما، قدم له علاج، وهكذا. فهنا يعوض بماذا؟ بالأرش. من الذي يقدر هذا؟ كما قلنا في مسألة السيارة، بحكومة عدل، أهل الخبرة والتخصص، أنفق كذا، وهناك تعويض نفسي وتعويض بدني، هذا بمثل غير معقول. تمام. وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه، هذا قضاء شبيه بالأداء. نحن تكلمنا في المحاضرة الماضية
عن الأداء عن القضاء الذي هو شبيه بالأداء. تمام؟ قيمة هذا قضاء معقول أو بمثل غير معقول؟ تمام؟ أو قال قال ماذا؟ وضمام النفس والأطراف بالمال قبل أو بالقيمة، هذا مثال آخر، أو هنا للتنويع. جميل شيخ رميل. ضمان المغصوب بالمثل، هذا بمثل معقول، أو بالقيمة. تمام، هذا يعني ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق، أو بالقيمة، يعني لو خير فالذي يقدم هو المثل. تمام، هذا قلنا قضاء بمثل معقول. تمام، لأن يوجد منه المثل. تمام، وأتى بمثال آخر. تمام، ضمان وضمان النفس والأطراف بالمال، هذا مثال لماذا؟ بمثل غير معقول. مفهوم هذا؟ ثم انتقل إلى مثال القضاء الذي هو شبيه بالأداء بماذا؟ وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه. نحن تكلمنا من قبل، تزوج امرأة على عبد غيره. تمام، قال مهر ابنتك هذا العبد وهذا ملك لفلان، ثم اشتراه. قلنا هذا أداء شبيه بالقضاء. هنا نتكلم عن القضاء الذي هو شبيه بالأداء. كيف هذا؟ أداء يعني تزوج على عبد بغير عين، ذهب إلى قوم، أنا أريد الزواج من ابنتكم، ما المهر؟ قال عبد. تمام، عبد بغير عين، يعني لم يعين عبدا. فهنا ماذا يفعل يا أستاذ؟ هذا قلت لكم مثال للقضاء الذي هو في معنى الأداء، ولهذا عبر المصنف رحمه الله بالأداء، أي إذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغير عينه ماذا يفعل؟ حينئذ يشتري عبدا، يعني حينئذ إن اشترى عبدا وسطا وسلمه إليها هذا يكون أداء. تمام، قال تزوجت هذه الفتاة على عبد ثم بعد ذلك اشترى هذا العبد وسلمه إليها، هذا يكون أداء أم قضاء؟ هذا أداء. تمام، سلمه بعينه هذا الذي اشترى. طب وإن أدى إليها القيمة هذا يكون قضاء شبيه بالأداء. مرة أخرى، وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه، أريد الزواج وممكن نضرب أيضا مثلا بالسيارة، بسيارة. تمام، فإن اشترى سيارة وسلمها إليه هذا يكون أداء أم قضاء؟ أداء. إن أدى قيمة السيارة، قيمة وسط يعني ليس سيارة أعلى أو أسفل، وسط، هذا نسميه بالقضاء الذي هو شبيه بالأداء. لماذا يا أستاذ؟ لماذا سمي قضاء؟ أولا كونه قضاء هذا معروف، فإنه سلم إليها قيمة العبد. طب قيمة العبد مثل العبد؟ هذا لذلك سمي قضاء، ليس مثله لا صورة ولا معنى.
فلذلك كان قضاء. ولماذا يا أستاذ هو شبيه بالأداء؟ لأنه لا يمكن أن يسلم قيمة العبد يعني إلا إذا حصل التقييم، لا يمكن أن يسلم إلا إذا حدث هناك ماذا؟ تقييم. أما كونه أداء فلأن العبد لما كان مجهولا باعتبار الوصف لا يمكن تعيينه بالقيمة، فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه، لأن تسليم القيمة حينئذ كتسليم العبد. الذي جعل مهرا فكان تسليم القيمة من هذا الوجه أداء، غير مفهوم، صحيح؟ نحن قلنا قضاء شبيه بالأداء، مثاله ماذا؟ تزوج على عبد بغير عين. طيب يا أستاذ إذا اشترى هذا العبد أو اشترى هذه السيارة الغير معينة وسلمها، هذا أداء. إن أدى القيمة يا أستاذ يكون قضاء شبيه بالأداء. لماذا هو قضاء؟ لأن القيمة ليست مثل العبد، لا صورة ولا معنى. طيب لماذا هو أداء؟ العبد مجهول أو هذه السيارة مجهولة باعتبار ماذا؟ الوصف. لا يمكن التعيين بالقيمة، لا يمكن تعيينها إلا بالقيمة، تمام؟ فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه، فكأن القيمة هي الأداء، تمام؟ فلذلك سمينا قضاء شبيه بالأداء. مفهوم هذا؟ نعم. قضاء لماذا؟ لأنه مثل، ليس يعني ليس مثل هذه القيمة، يعني هذا العبد مثلا أو هذه السيارة بمئة ألف، فحينما أعطيك المئة ألف هذا قضاء. لماذا؟ لأن المئة ليست مثل السيارة لا صورة ولا معنى، وليست مثل العبد لا صورة ولا معنى. طب لماذا أداء؟ لأنه لا يمكن تعيين السيارة أو تعيين العبد إلا بالقيمة، فصارت أداء من هذا الوجه، تمام؟ أو فصارت أصلا. هذا يعني هذا جائز، يعني في خلاف بيننا وبين السادة الشافعية يعني في هذا، يعني يصلح أو لا يصلح، وهذا إن شاء الله يعني نوضحه لكم في المحاضرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.